اوكي بسم الله، نقول بسم الله يا جماعه. اسمعوا لك، المو حاطط لايك حط لايك، واشتركوا بالقناه واكتبوا كومنت حلو. اسمعوا انا بتوقع يحط لي قفل. عمو الوحش صار يسألني يا جماعه. يلا يا جلال، وينك؟ وينك يا جلال، وينك؟ الله يستر. ترى اسمع، مش خايف بس ستريس، يعني فضولي قتلني. شو بدي يحب؟ يلا جيتك. يا هلا والله، يا ميت ربي يا اخوي، السلام. يا مرحبا يا شو مرحبا. اتوقع حطيت لك؟ والله بتوقع يا معلم شاورما و$50. شاورما صحيح، بس شاورما شو؟ جاد شاورما دجاج، شاورما اخطبوط. حلو حلو تمام، والله، فهذا اطيب الاخطبوط اكله. الان احنا جايبين لك اياه من البحر المتوسط. حلو، اخطبوط ضله 112 سنه عايش، تمام، واخر شيء كان مصيره الشوي. ممتاز، تمام. اصلا مفيد. انت كيف علاقتك مع المأكولات البحريه؟ بتحبهم؟ ايوه والله. والله تاكل كل شيء يعني؟ كل شيء، يعني الاخضر واليابس. بس هذا صار له فوق الاسبوع موجود يعني. هو ايه هون؟ ايه هو هون صار له اسبوع يعني، محطوط برا. متاكد هو هون؟ متأكد. هون 500 دولار. لا، هون ال 500 دولار، هون الاخطبوط. حلو حلو. طب يلا افتح عادي. انت شو بدك تختار؟ اللي اول. بلشنا على الحظ يعني، حيطلع له الفلوس. تمام، هاد مستحيل شو محظوظ هالزلمه، مستحيل شو محظوظ. اوكي نفتح سوا، شو رايك؟ يلا تمام، عد. يلا، واحد اثنين ثلاثة. ولك صحتين صحتين يا ملك. شفتوا الخداع يا جماعة؟ شفتوا الخداع كيف؟ واحد اسلوب الخداع. صار له 3 أيام أو أسبوع، مدري أسبوع برا. هذا عايش؟ لا هذا ميت. لف الريحة، مستحيل الريحة تبعه. عن جد مش طبيعية. إذا صار لي شيء أنت السبب. ها كول أخوي، هو لو أنت مختار فلوس أنا كنت أكلت. تمام؟ معك شوكتين. ملمسه غريب. لا منظره جدا مقرف. كفو تاكل ولا لا؟ من الاخر صار له اسبوع برا. حينزل فيه نتف هذا يا جماعه. يا كيف الطعمه؟ رهيب رهيب. اسبوع بقول لك ممكن يكون معفن. انا برايي لا تاكل اكثر. انا برايي دوق. لا عن جد يا جماعة، ريحته دوق. لا ريحته مستحيل يشيله. بربك بربك سكر عليه. الله يوفقك حبيب، جيب لي الأكل. مستحيل.